اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة أكلة أمي البصارة. وأنا لو عملت المستحيل وعملت كل الخبرة الطهوية مش هنوصل لطعم البصارة من إيد أمهاتنا. ده الطبيعي وده لازم إن إحنا ما ننكروش. البصارة من الأكلات اللي هي نقدر نقولها سافر البلد عشان أكلها من إيد أمي. نروح بقى نتجوز، نروح الصين، نروح اليابان، هي البصارة من الأكلات اللي كل أم مصرية شاطرة في عملها. النهاردة البصارة الشيف المغازي من الطبيعي إن هو دايماً بيحب يجود في الأكلة ويبهرك فيها، فأنا هضيف لها البسطرمة بعد إذن حضراتكم. يعني البسطرمة من الحاجات المحرمشة الحلوة، ولكن بالخبرة الطهوية إمتى نحط البسطرمة على البصارة؟ بعد ما تاخد الخضرة بتاعتها والتركية المصرية اللطيفة الجميلة. معانا النهاردة الأطفال هيعترضوا على الأكل، يقول لك بصارة مين يا عم، فول مين، أنا مش عايز الكلام ده. وإحنا عندنا أطفال دايماً بيعترضوا على السفرة، فنعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. نعمل كانينولي النهاردة باللحمة المفرومة. هنشوف حشوة الكانينولي بالعجينة بتاعته تعملها في البيت بطاسات كتيرة، وعندنا لحمة مفرومة، عندنا جبنة موزاريلا، جبنة شيدر حسب الرغبة. ولكن النهاردة كمان هنعمل حاجة لطيفة جميلة جداً، طبق مكبلات على السفرة، البتنجان بالطشة. البصارة من الأكلات لها توابعها، طبق مخلل حلو، طبق طماطم متبلة، ولكن البتنجان مع الشيف المغازي سمع حس الأسود الجميل الحلو ده أبو قلب أبيض هنعمله النهاردة بالخلطة أو بالطشة، أكيد هيعجب حضراتكم. أنا مش عايز أخش في تفاصيل لأن البصارة من الأكلات اللي عايزة تركيز شوية عشان نقدر نوصل لطعم أمهاتنا وطعم البركة. أستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة من الأكلات المصرية الشهيرة، البصارة بالبسطرمة، بتنجان معمول بالدقة والطشة، ما تنسوش كمان الكانينولي باللحمة المفرومة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة مصرية واخدة الشعار المصري. نروح الشمال نروح يمين نسافر آخر بلاد العالم، البصارة بالذات طبعا من الأكلات المصرية الموثقة والمدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، ومحدش ينكر بكده. ملوخية بالأرانب بالبصارة، أكلات كتيرة لما نخش في تفاصيلها واخدة الطعم المصري والشعار المصري. والمقادير على الشاشة، فول مدشوش ده أساسي، هو الأساس فيها، فول خالي من القشره، معانا الخضره بتاعتنا، لنا شكين، يا اما ناخد كزبره وبقدونس وشبت، يا اما نستخدم ملوخيه ناشفه حسب الرغبه، ومعانا بصل وتوم وبسطرمه. هي دي المقادير ببساطه، ونعملها بالزيت، وهي تعتبر من الاكلات الصيامي اللطيفه، عشان كده هي اكله الفراعنه من زمان. الاكله دي من زمان القديم الزمن، الفراعنه طبعا بيبهروها في عمايلها وفي طريقه تنفيذها. تعالوا شوف الشيف المغازي النهارده هيطور منها ويعملها بالبسطرمه. معانا بسطرمة خالية طبعا من التوبنج بتاعها، التوبنج بتاع البسطرمة كلنا عارفينه عبارة عن توم وحلبة ناعمة مطحونة، وبنجيب العرق الفليتو ويتلف بالتوبنج من الحلبة الناعمة مع التوم مع التوابل والفلفل المجروش، وبعدين تقعد لها تقريبا 21 يوم في درجة حرارة الجو، وبتتحطش في تلاجة، وبعدين تتقطع بالشكل الجميل الحلو ده، ونشيل طبعا التوبنج، والبعض بيحب يستخدم التوبنج بتاعها، ولكن طبعا تخليها تعملها بيض بالبسطرمة يقلب لك ريحة الشقة طبعا والجيران والحبايب. أنا النهاردة هستخدم البسطرمة في عمايل البصارة، ونشوف إزاي نعمل الدقة بتاعة البسطرمة في البصارة. طبعا في مرحلة أنا مش عايزين تخش في تفاصيلها اللي هي مرحلة سلق الفول عشان نكسب وقت الحلقة بتاعتنا. خلونا نبص على الفول المدشوش كده لما اتحط على النار مع البصل والثوم، ده الأساس اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ادي بصل، ويفضل البصل أبيض. هتقولي ليه؟ عشان ما نغيرش من لون البصارة، لأن البصل نوعين أحمر وأبيض، فلحالة لما نحط البصل الأبيض على الفول نحط بصل أبيض وفصوص ثوم، ونسيب الفول يستوي كده ويبقى بوريه. أمهاتنا رحمة الله عليهم واللي طبعا موجودين ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، أثبتوا الإبداع والإبهار في عمايل البصارة. طبعا زمان ما كانش فيه خلاط ولا فيه الهاند ميكسر اللي احنا ممكن نفرم بيه الفول ده في ثواني، كانوا يحطوها في مصفى ويقعدوا بالمعلاة والشوكة ينزلوها من إخرام المصفى، تنزل في قلب الحلة، بعدين تتحط على النار، تاخد الحفنة بتاعة الملوخية الناشفة، وبعد كده تقدمت البصارة. دي المرحلة النظرية بتاعة عمل البصارة. الفول هنا مستوي زي الفل،
مش مستاهل يعني على طول نبص له بس كده اتهرى. تعالوا نشوف الشيف المغازة يعمل لها الخضرة ازاي. اه زي الفل. طاسة على النار شديدة الحرارة، معايا شوية كزبرة وشوية شبت، شوية بقدونس، قرن فلفل حار، فلفل رومي، كل ده معانا. وتعالوا نعمل الخضرة بتاعة البصارة، وما نكترش من الشبت، هو عود شبت كفاية، كزبرة خضراء وبقدونس وفلفل رومي. هنشيل العروق دي انا مش عايزها. حلو الكلام. ونفرم الخضرة دي كده يا عم الشيف بالشكل ده كده. فرصة النهاردة الأمهات اللي هم لسه ألف باء مطبخ، عروسة جديدة عايزة تعمل البصارة وتقول لجوزها أنا متعلمة من ماما، تقرب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها في عمايل الأكل وفي كل حاجة. أنا البصارة جبت الوصفة الأصلية من إيد ماما، ربنا يخلي لك ماما يا عروسة. تخش المطبخ تعمل البصارة بطريقة الشيف المغازي، ممكن تحط لها بسطرمة أو ما تحطيش حسب الرغبة. أدي الخضرة بتاعتنا، بقدونس وكزبرة وشبت، قرن فلفل نشيل البذر منه بالشكل ده كده. ممكن ما تحطيش لا ده ولا ده، تحط حفنة ملوخية وخلاص، بس أنا بحب أبل الخضرة بصراحة عشان نستفيد بالقيمة الغذائية بتاعتها. أكلة البصارة يا إخواننا فيها عناصر غذائية كتير، بداية من البروتين النباتي اللطيف الجميل لتشكيلة الخضار اللي بتبقى موجودة فيها، للتغليفة الحلوة والكوشة بتاعتها اللي هي الطشة أو الدقة، البعض بيعملها بالبصل والبعض بيعملها بالثوم، أنا بصراحة بحبها بالثوم. أهو أدي الفلفل يتقطع كده. حلو الكلام. عندي فص ثوم حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنحط لها بصل ني بقى، هي دي الخضرة. عندي الطاسة شديدة الحرارة بحط شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة البصارة، بس أهم حاجة إنك تناعي الفول من بالليل كويس، وبعد كده تصفي المية منه تاني يوم الصبح وتحطها على النار تستوي. طاسة بالشكل ده كده. هناخد الخضرة بكل تفاصيلها كده نسقطها هنا. اللهم صل على النبي. حلو. نقلب دول كلهم مع بعض. الله على الريحة الحلوة يا عم الشيف. لسه ما نبتدي اهوت، الريحه زي الفل. شفت الخضره دي كده اهي اهي. الله الله على الريحه الحلوه. التشويحه دي مهمه جدا. في قلب الزيت ثوم، بقدونس، كزبره، شبت، كل ده مع بعضه ونقلب. عايزاها سبايسي، قرن فلفل حار، الناس اللي بتحبها سبايسي قطعيه في قلب الخضره دي تبقى لطيفه برضه. بس نصيحه مني، بلاش الفلفل الحار عشان الكل ياكل منها، ونعود اطفالنا على الاكلات المصريه الموثقه اللي هي من زمان واحنا اتربينا عليها وفتحنا عينينا عليها. الاطفال والشباب الصغيرين دلوقتي لازم نوعيهم ونقول لهم دي اكلات من زمان كانت جدتي تعملها، كانت ماما تعملها. الكلام عن الاكل وعن ميثاق الاكل وتاريخ الاكله مهم جدا لاولادنا. اهو هناخد الفول ده كده يا عم الشيف على النار، وناخد الخضرة اللطيفة دي كده بعد ما اتشوحت. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. اهو هو ده. اهو 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 هي لغاية كده صيامي الأكلة، ما فيهاش أي حاجة، صيامي زي الفل. بس أنا هعمل طبق بالبسطرمة كده لأن أنا بحبها بالبسطرمة. إيه قصة البسطرمة مع البصارة؟ حقوق الطبع لدينا وبس. اهو ونقلب دول كده مع بعض. اللهم صل على النبي. ده لسه تنضرب طبعا في الخلاط أو في الكبة. شفت الجو ده كده؟ ونسيبها التكتك على النار يتعرفوا على بعض. الخضرة اللطيفة الجميلة بعد ما شوحناها في زيت زيتون أو في زيت عادي نزلت على الفول، ونسيبها التكتك على النار يا عم الشيف زي الفل. نيجي بقى لتفاصيل الطشة بتاعتها عشان نبقى خدنا كده إيه تفاصيل البصرة كلها مع بعض. نسيب دي على النار كده ونار هادية خالص. حلو قوي. ايه حكايه البسطرمه بقى واحنا مع بعض كده سريعا؟ طاسه على النار تانية كده، والطاسه دي يا عم الشيف تسخن كويس. الكل دلوقتي عايز يعرف ايه حكايه البسطرمه مع البصاره وايه الاختراع بتاع الشيف المغازي ده.
ولكن نروق الدنيا والنظافة أهم حاجة. خلي إيدك في النظافة على طول، تقوم الطاقة الإيجابية تبقى عندك بالموجب دايما. أهو طاسة على النار معايا بسطرمة، بسطرمة دي طبعا هاخدها كده أشيل التغليفة بتاعتها لأن أنا مش بحبها، تبقى كلها توم وحلبة يعني فيها شوية مرار، ربنا يكفينا شر المرار. هناخد البسطرمة دي تحت السكينة كده وننعمها جامد قوي. تنعمة السمسمة يعني ايه؟ زي السمسم كده. حلو الكلام؟ تقطيعة كده اهو. ناخدها بالسكينة كده اهو. على الطاسة ما تسخن. ونحمص يا عم الشيف البسطرمة دي مع تومة وشوية كزبرة ناشفة. الله عليك. ونحمص يا عم الشيف البسطرمة دي مع تومة وشوية كزبرة ناشفة. بزيت ولا بسمنة؟ طبعا بزيت. افرمها جامد كده عشان لما تتحمص تبان تفاصيلها. يا ما انا عارف مش هتنزل دلوقتي بيها حبيبي يا شفيق. اللحمة تتفرم كده، قصدي البسطرمة اهو بالشكل ده كده. ريحة البسطرمة عشان كده لما بنعمل بيض بالبسطرمة تبقى تقلب ريحه الشقه، تبقى لها ريحه مميزه كده، فانا عايز اشم الريحه دي دلوقتي. كده البسطرمه جاهزه، عندي توم كتير، عندي زيت، بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطشه بتاعتها، ونكتر شويه الزيت الحلوين دول اللي هياخدوا توم وكزبره ناشفه. حلو الكلام، وادي الكزبره بتاعتنا الناشفه اللطيفه. ننزل بالتوم الحلو ده كده هنا. ونزود التوم، انا بحب التوم المحمص على وش وش البصاره. وخلي بالك عينك عليها. ننزل بالكزبره الناشفه. الله الله على الريحه الحلوه. هنعمل ملوخيه؟ لا، لغايه دلوقتي هتشط ملوخيه. ننزل بالبسطرمه، ده الجديد. هو ده. الله الله عليك يا عم الشيف. هو ده. شوية نعناع يابس، جود يا عم الشيف. النعناع اليابس عشان ريحة التوم، عشان بعد ما ناكل منها ما نشمش ريحة التوم. ونقلب كل ده مع بعضه. دايما لما تعملي أكلة الكل بيحبها، اتعلمتها من ماما، اتعلمتها من تيتا، اتعلمتها من حماتك، ضيفي التركية بتاعتك، نصيحة مني، تقوم تتوثق باسمك انت جوه العيلة. والله يا تيتا انت كنت بتعملي المحشي طعمه حلو قوي يا تيتا، بس انا النهارده ضفت معلقه دبس الرمان يا تيتا، ايه رايك فيه؟ طبيعي ان تيتا هتقول لك تسلم ايدك يا بنت بنتي. ليه بقى؟ علشان تشجعك. لحماتك تسلم ايدك يا مرات ابني، وهكذا من الكلام، وهذا كذا. شفت البسطرمه؟ شفت البسطرمه؟ الله ده الجديد. فين البسطرمه؟ مش باينه من التومه والكزبره، هي دي التركايه. اللي ياكل معلقه من دي هيدعي لي، بس ما لازم مع البصارة. تسيبيها على النار تتحمص، ما تستعجليش عليها. نحط عليها شوية ملح، شوية فلفل. عايزاها سبايسي تاني ممكن تقسم الخليط ده على مرتين، نص تحط عليه فلفل حار ونص من غير فلفل حار. ما تبقيش أنانية، يعني إيه؟ ما يبقاش الأكل سبايسي كله عشان جوزك بيحب الحار، في حماتك، في ماما، في الضيوف، مش عايزين سبايسي. كل ده مع بعضه. حلو. عينيا. لا مش هتروح خالص دلوقتي. الله عليك. هو ده البصاره دي، مخرجنا بيقول اللي عايز تفتكر ان انا هاخد ده احطه هنا. بص لازم دي طبعا، عشان طبعا صوت الخلاط مزعج وانا مش عايز اذك حضراتكم للامانه، دي هتنضرب وتتنعم، تبقى ناعمه بوريه. وبعد كده هنشوف هنغرفها ازاي في اطباق متعدده، وايه المشكله الجار لجاره والحبايب. صباح الخير يا ام احمد، صباح الخير يا ام محمد. طبق البصره دي عاملاه النهارده مامتي، وحط عليه بسطرمه على طريقه الشيف المغازي، بفتح بالصدفه القناه الاولى لقيته ويحط بسطرمه على البصره. جربيها. الطبق ده هيرجع فيه بلح الشام، زنود الست، رموش الست، المهم مش هيرجع فاضي، وده عادات مصريه متورثه. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة. طبعا البصارة بتجهز. ايه ده؟ دي البصارة؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ رجعت البصارة، شايفين الخضار بتاعها، نبص عليها. طبعا لازم نفهم التفاصيل، وانا عارف ان حضراتكم بتحبوا تعرفوا التفاصيل الصغيرة الدقيقة. البصارة دي راحت ضربت في الخلاط او بالهاند ميكسر، هي طلعت معايا شايفة اللون والخضار ده كده خضرة. ربنا يخضر ايامنا يا رب. اهو شايف الحلاوة دي كده اهو، ونظبط الطعم وايه والبهارات بتاعتنا. بهاراتنا يا عم الشيف اساسي كمون. ليه كمون يا عم الشيف؟ عشان مشاكل الفولية. نعم عيني، حاضر، بس خلينا احط لك البهارات واوريك كل حاجة دلوقتي حبيب هارتي. اهو ادي الكمون وادي البابريكا، ده الاساسي، دي البهارات وشوية كزبرة. اوعى تحط كركم، اوعى تحط كاري من فضلك، دي أكلة مصرية موثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، فمبوظش الطعم بتاعها. كفاية إن المغازي حطلها بسطرمة. ده الملح ودي البهارات. الله عليك يا عم الشيف. برضو شوية نعناع في قلبها كده ناشف، نعناع اليابس ده مهم جدا، ونقلب كده. الله الله الله، خلي بالك هتبكبك دلوقتي وتبوظ لك عين البوتاجاز، ابتدي عليا. خلي بالك الفول او معجون الطماطم او صلصه الطماطم لما بتضربوهم في الخلاط وتحطهم على البوتاجاز لازم تهدي النار تحت منها. عايز تشوف القوام حبيب هارتي؟ اهو بص على الحلاوه، اهو اهو القوام، خدت الطعم، خدت البهارات. اهو الله اهي، هات اطباق الجيران والجيران الجيران والحبايب والقرايب وغرف بساره. اهو احلى هديه تخبطي على جارك وتهديه بساره. الطبق مش هيرجع فاضي، هيرجع فيه حتة جبنة قريش، هيرجع فيه شوية حلويات، حتة كنافة، حتة بسبوسة، المهم إن الجميل هيترد وجبران الخاطر موجود. أدي الطشة بتاعتي فيها كزبرة ناشفة، فيها تومة، فيها زيت، فيها بسطرمة، ده الجديد. تعالوا اغرف لنا 20 30 طبق وإحنا مع بعض بقى. أه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. جيب أطباق الجيران والحبايب كلهم. أه شوف الحلاوة دي كده. طبعا مفيش التلاجات بقى والجو ده، كانت البصارة دي تتحط كده في الصالة من بره وتتغطى بشاشة حلوة، ورايحين جايين بالعيش بتاعنا الطري، والعيش كان يبقى ناشف، كانت الحاجة ترش عليه شوية مية بإيديها كده يبقى طري. سبحان الله سبحان الله، بركة الله، كانت تمسك العيش بإيديها يبقى العيش طري. اه شايفين البصارة وحلاوتها؟ اهو ده، ادي طبق عينيا، اغرف لك واحد بالطشه، احلى طبق دلوقتي. اه راح تزوري حماتك تاخدي لها شويه بصاره، طبعا مش هتحطهم في طبق بقى، هتحطهم في حاجه كده حلوه وتوريها انك انت ايه بتعملي الاكلات اللي هي بتعرف تعملها. اه ده حلو، الجو ده حلو، لغه الاكل دي ولغه الطعم ولغه المطبخ دي مطلوبه. حلو الكلام؟ اه تبقى بيودي رسائل كتيرة قوي على فكرة، رسائل حبنا للمطبخ، حبنا للأسرة، حبنا للأهل، حب الجوز بعمل له الأكلات اللي كان يحب ياكلها من إيد مامته، إذا توفاها الله ربنا يرحمها، وإذا عايشة ربنا يديها طولة العمر والصحة زي الفل. أهو شايف البصارة؟ إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ طبق عينيا، نحجز لك طبق حفلة بصارة النهاردة. عايز احط البصارة في المقدمة هنا، انا عارف عايز تشوف الصورة الحلوة حبيب هارتي، انا مدلعك النهاردة. اللهم صل على النبي، وسع للبصارة. الطبق ده عاجبني، خليه هنا كده، والطبق ده كمان هنا. قولي اه ممكن نعملها بقى بكذا فليفر احنا حابينه، مفيش اي مشكلة. ازاي يا عم الشيف؟ والله عندنا الطشه الحلوه دي كده. الله الله، لا كتر من دي يا شيف، كتر من دي بالله عليك، قلب الصغير لا يتحمل. حته بسطرمه كده، فتفوته من البسطرمه دي مع لقمه كده ودن قطه وطبق بصاره. وقولوا معايا وانتوا قاعدين بتتابعوا القناه الاولى كده، حقوق الطبع لدينا وبس. اهو اهو ممكن تكون تومه وكزبره، بس الشيف المغازي جاب حته بسطرمه صغيره والله لا يتعدى ال 150 جرام تقريبا.
او 100 جرام بعد ما شلنا التوبنج بتاعها. بس خد البسطرمه في حته تانيه خالص، اللي مش بيحبها يحبها، اللي متعود على طعم الفول مش هيبقى فول وبس، فول وبسطرمه. حلو يا شيف والله، اختراع وبرده مصريه، لان اللي عاملها مصري دمه خفيف، اسمه الشيف المغازي. الله عليك، هو ده. هنعمل ايه؟ تحبها سبايسي؟ عينيا، انا هخلي طبق سبايسي كده. دي فلفله حلوه، عارفينها؟ ممكن انا هعمل طبق واحد بس عشان بعد ما نخلص الحلقه بالعيش الطري الحلو. الف هنا وشفا، مش هحط عليها كلها، المخرج مش عايزها كلها، بس خلاص. حلو الكلام؟ طيب تقدم معاها بصل اخضر حسب الرغبه بقى، تقدم معاها العيش الطري. حلو الكلام. حب مطبخك مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه جوه جيبك، مش هتدوري عليها، هو المطبخ. يلا مع بعض بساره بطعم جديد فيها خبره طهويه، اكله موثقه ومدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه اللطيفه الجميله في اي مكان في العالم. هي مصريه بالفول المدشوش بتاعها، انا عملتها وغيرت منها شويه بالبسطرمه، عملنا كانينولي باللحمه والجبنه لاطفالنا، عملنا طبق بجد بجد بيتكلم مصري لانه معمول بخفه دم مصريه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.